وقتنا نص نهار و 39 دقيقة مازلنا مواصلين في حديثنا حول القطاع السياحي. نفكر للناس اللي ما عندهاش فكرة شنو اللي قاعد يحدث انه وزارة السياحة نحكيه على الحكومة التونسية بشكل عام بطبيعة تعلن عن مخطط حكومي للسياحة وجودة السياحة في تونس. 3 نقاط أساسية فيه كنا حكينا عليهم في البداية، هل تونس مستحقة أم لا لبرنامج للتحسين وجودة القطاع السياحي، شنو الأهمية متاع البرنامج هذية، كيف كيف زاد شنو التجهيزات أو تحضيرات اللي تونس مستعدة لهم اليوم وجهزتهم لاستقبال عدد كبير من السياح، علما أنه السنة هذية سنة 2024 من المفروض حسب مختلف التوقعات العالمية السنة باش تكون جيدة سياحيا لتونس رغم كل الأزمات اللي قاعد يعرفها العالم. ولكن في وسط هذه الكل شنو دور مجلس نواب الشعب، شنو دور اللجنة النيابية للسياحة، هذا على شنو باش نحكيه ونواصل ونحكيه في الجزء الثاني من حوارنا مع ضيفنا معنا مباشرة بالتليفون السيد ياسين مامي. مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا بك، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة إكسبريس إف إم. شكرا لك. دونك قلت مجلس نواب الشعب في خضم اللي نحكي فيه الكل، شنو دوره اليوم اللجنة فاش قاعدة تعمل بالضبط، شنو جملة القوانين اللي ممكن نشوفها؟ فوالا احنا نشوف كي نحكيو على قوانين، صحيح احنا كمجلس نواب مشرع ودورنا تشريعي ورقابي، ولكن اليوم قطاع السياحة هو قطاع أفقي وله علاقة بكل القطاعات الأخرى، لذلك احنا كنا نستمع طيلة سنتين وقبل تنصيب المجلس في انه ترسانة مشاريع قوانين اللي أعدتها الحكومة لعرضها أمام البرلمان. فإلى اليوم خلينا نقول لك ساعة احنا كبرلمان ما جانا حتى مشروع قانون من الحكومة يتعلق بقطاع السياحة، لأنه اليوم فما المشاريع القوانين الهامة واللي عندها علاقة بأكثر من وزارة هي من مشمولات أنه تدعد القانون الحكومة وترسله للبرلمان ليناقشه ويعدل فيه ثم يصادق عليه. فخاصة أنه البرلمان ما ينجمش يقدم مشاريع قوانين اللي قادرة تمس بالتوازنات المالية للدولة. فكنا ننتظر الحقيقة اللي حبيت تقول ننتظر أنه مش نلقاو يعني عدة مشاريع قوانين اللي تساهم في النهوض بالقطاع السياحي وتترجم الخيارات والخطابات السياسية الرسمية، فهذه ما كانش موجود. لذلك احنا كلجنة في البرلمان ما احناش باش نقعدوا مكتوفي الأيدي، فانطلقنا واستبقنا ذلك وبرمجنا يعني جلسات استماع لكل المهنيين في القطاع واللي عندهم علاقة بالقطاع السياحي لتبويب الإشكاليات وتحديد يعني أولوياتنا اللي شنشتغلوا عليها، واللي طبعا كي نقول هكايا معناتها سنقدم مبادرات تشريعية في هذا الغرض وفي هذا الإطار للمساهمة منا، إما في ترجمة بعض الخطوط العريضة اللي سمعناها وكانت توجهات حتى رئيس الجمهورية وكذلك بعض مهني القطاع السياحي. كي تقول استمعنا لجملة من مع العلم انه حاولنا سمحني في خلال مناقشتنا لميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024 تقدمنا ببعض المقترحات في الجلسة العامة اللي ريناها، فما بعض البنود التي وردت في مشروع قانون المالية وفي قانون المالية المعروض علينا، رينا بعض الأداءات الجبائية التي تم توظيفها على هذا القطاع وعلى مهني هذا القطاع التي ستساهم يعني ستحد من تنافسية هذا القطاع، خاصة على غرار معلوم الأتاوة الموظف على الإقامة يعني في النظم السياحية اللي ارتفع معناتها فواتروا براتيكمو، ولا نحكيه على 3% واللي على من نسبة أداءات معناتها على نسبة المعاملات الجملية للنزل واللي ريناها هذه ستثقل كاهل النزل، قدمناها الاقتراحات هذه ضمن قانون المالية وضمن نقاشاتنا لكنها مع الأسف لم تحظى بموافقة يعني أغلب معناتها النواب، ويمكن ما زال عندنا الوقت انه تكون فما تصور كامل لهذا القطاع مع
طبعا بالشراكة مع كل المهنيين، وإحنا في إطار كلجنة تقنية صلب البرلمان قاعدين نتعاونوا مع الجميع. وخليني نذكر هنا في الإطار هذا أنه أول مرة، وهذه فرصة اليوم كيف نحكيه على القطاع السياحة، أنه كل أعضاء وأغلب أعضاء مجلس نواب الشعب واعيين بأهمية هذا القطاع. لذلك أنه أول مرة اليوم في البرلمان في مجلس تشريعي فما لجنة تقنية تعنى بقطاع السياحة والثقافة والخدمات والصناعة. نحن يقولي مهم اليوم، مهم أي مهم اليوم سيد ياسين مامي، باش نعطيه فكرة للناس شنو المقترحات أو أهم المقترحات اللي جاتكم، وعلى شنو مركزين اليوم، ولا فاش قاعدين تدرسوا بالضبط اليوم اهتمام القطاع وين ماشي بالضبط؟ مقترحات سلطة الإشراف لم ترسل والحكومة لم تراسل البرلمان في أي مقترح أو مبادرة تشريعية تتعلق بهذا القطاع. معناتها ما جاتنا حتى مبادرة تشريعية لتترجم شعارات النهوض بهذا القطاع وكذا، ما فماش. لكن فما إرادة لمسناها من وزير السياحة، من سلطة الإشراف، لكن سنحاول احنا ترجمتها، وما حناش نقعدوا ننتظروا في حتى تجينا معناتها قوانين من الحكومه. لا سيد ياسين، انت تقول في حاجتين، لا انت تقول في حاجتين الحقيقه ما نجمش نربطهم ببعضهم، لانه منشيره تقول انه ما فماش مقترحات قاعده تجي من وزاره، في حين انه اليوم نشوفوا مثلا في برنامج كامل حكومي والا وزاري للقطاع السياحي، ومن جهه اخرى تقول انه فما اراده والجانب التشريعي. لا ولكن انت قلت انه فما اراده زاده من وزاره الصحه، ولكن ما فماش مقترحات مقدمه للجانب التشريعي. ما فماش مقترحات عمليا، انا نعطيك في الواقع ما فماش مقترحات عمليا مقدمه في هذا الاساس. احنا مشاكل القطاع السياحي، ثم بعض المشاكل التي راسلونا فيها مهني هذا القطاع واللي هما اللي يعانيوا بها، احنا سنسعى لتقديم مبادرات في شانها، مبادرات تشريعيه لتنقيح بعض القوانين التي تكبل هذا القطاع، على غرار مثلا القانون المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. اليوم الشواطئ بتاعنا معناتها لابال لافاموز دي لابال، وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي اللي هي مسؤولة على الشريط الساحلي ببلادنا وعلى الشواطئ. اليوم تعرف احنا السياحة التقليدية بتاعنا شط وبحر وشمس، اليوم فما إشكاليات كبيرة في استغلال الشواطئ اللي تخلي من جهة ما فماش مجالات موفرة، معناتها شواطئ كبيرة اللي متوفرة لعموم المصطفين اليوم في بلادنا، وفي المقابل المؤسسات السياحية اللي تستقطب وتستقبل في السياح تلقى روحها عندها إشكاليات في استغلال الشواطئ، من حيث المعاليم، من حيث طريقة الاستغلال، من حيث نظافة المحيط، من حيث يعني العديد من الترتيبات والتشريعات الخاصة بهذا القطاع، سنسعى لتعديلها. كيف اليوم كي نقولوا السياحة نقولوا النقل، فما اليوم بعض الاقتراحات صلبة اللجنة اللي هو تعديلات ستكون ضمن النقل المتعلق اللي عنده علاقة وثيقة بالسياحة الصحراوية وخاصة بالجنوب التونسي. كي نقولوا النقل نقولوا السيارات رباعية الدفع. قبل في السابق كان عندنا عدد كبير لزاجونس دو فواياج اللي يتمتعوا ب معناتها امتيازات جبائيه في خصوص استيراد والا استغلال يعني سيارات رباعيه الدفع. اليوم العدد عندنا كان 100 سياره رباعيه الدفع في الجنوب التونسي، العدد هذا تقلص نظرا للظروف معناتها كبيره. نحن بصدد تقييمها في اللجنه والنظر في ما هي الامتيازات التي يمكن توفيرها لقطاع النقل في الجنوب، يعني وخاصة سيارات رباعية الدفع التي تشجع السياحة الصحراوية، يعني على انه اللي هي معناتها مطلوبة واللي هي معناتها اغلبيتها من السياحة الداخلية واللي عندها طابع خاص وعندها خصوصية كبيرة انه ترجع معناتها للبريق بتاعها المعهود. هذه بالنسبة لنظرتكم انتم في اللجنة. انت في البداية قلت انه فما مقترحات جيت من قبل الناشطين في القطاع السياحي، مع الهيكل المهنيه في القطاع السياحي وجامعه وكالات الاسفار. احمد بالطيب يعني مشكور انه معنا تعامل كبير معاه، الاخت دره ميلاد رئيس الجامعه التونسيه للنزول كيف جامعه المطاعم، هذوما بتواصل معاهم، ونحن نسعى انه على الاقل كان ما يلقى احنا انه نكونوا طرف
اليوم طلب المجلس نستمعوا لكل آرائهم ومقترحاتهم ونحاولوا نترجموها إلى تشريعات لا تثقل لا تمس بالتوازنات العامة للدولة، وإنما تساهم في أن القطاع هذا نخليه تنافسي، نخليه ذو جودة، ونخليه قادر أنه معناتها يطلع بدوره على أحسن وجه. واضح، شكرا لك سيد ياسين ميمي، شكرا لك على المداخلة. في انتظار أن نشوف فعليا المختلف النقاط اللي كنت تذكر فيها ترى نور السنة هذه. قلت هي نبذة أولية على بعض المقترحات، لكن احنا حكينا على السياحة. احنا اسمح لي كان حتى في كلمة ختام، تفضل. هي اللجنة تعنى بالسياحة وبالثقافة والخدمات والصناعة التقليدية. كيف عندنا مشاريع قوانين شنو نظروا فيها في الثقافة تتعلق بقانون الفنان اللي هو معناتها مهم جدا لليوم قطاع هذا كبير. قانون ننتظروا فيه عنده سنوات ينظم قطاع الفني والفنان في تونس بمختلف اختصاصاتهم المسرحي والفوتوغرافي والسينمائي والممثل وغير ذلك. وكذلك عندنا مشروع قانون سيكون يتعلق بقطاع السينما في تونس، هذا القطاع وقطاع الصناعات السينمائية اللي اليوم هذا قطاع واعد وقاعد قادر يعني يساهم حتى في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. كذلك عندنا في ما يخص الصناعات التقليدية هناك توجه يعني لمبادرة تشريعية من قبل النواب الشعب لتحرير قطاع الذهب والمصوغ اللي هو اليوم هذا قطاع كبير، وإن شاء الله تكون عندنا حصة باش نحكيه أكثر فيه كيفاش أكثر نمشيه ربما في تحرير هذايا القطاع هذايا. بعدها عديدة هي المواضيع المطروحة على المجلس، ولكن إن شاء الله زادة كيف من خلال هذا المنبر أنه تكون الوتيرة العمل معناتها داخل المجلس في نسق أكثر تصاعدي، لأنه اليوم كل مرة تجينا مبادرات تشريعية من الحكومة وتطلب الحكومة استعجال النظر فيها فتصبح هذه المشاريع هي محل أولوية خاصة أمام المشاريع التي قدمها النواب. إن شاء الله سنبحث داخل المجلس في الطريقة المثلى اللي تخلي المقترحات اللي تقدموا بها نواب الشعب واللي هي قرابة 25 مبادرة تشريعية تقدموا بها أعضاء مجلس النواب في مختلف القطاعات والاختصاصات، تهم الصحة، تهم الخدمات، تهم النقل، وتهم يعني حتى البيئة، وتشجع مبادرات أخرى تشجع على الاستثمار أيضا. هذه المبادرات تقدم بها النواب لم يتم النظر فيها إلى اليوم، يعني لأنه كل مرة الحكومة تراسلنا في مشاريع قوانين وتطلب باستعجال النظر فيها على غرار قانون اللي تو ندرسوا فيه اللي يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وعلى غرار أيضا بعض الملفات الأخرى، ولكن بالتسريع في وتيرة النظر في هذه القوانين، ولأنه الانتظارات كبيرة من المجلس ستكون إن شاء الله انطلاقا من الشهر القادم الوتيرة ونسق العمل تصاعدي داخل المجلس. واضح، شكرا لك سيد ياسين ميمي على المداخلة. وقعدوا معنا، احنا مازلنا مواصلين معكم حديثنا كان حول القطاع السياحي، في انتظار تكون بحثينا المرة الجاية ان شاء الله في الاستوديو هنا في اكسبريس اف ام. احنا مازلنا مواصلين، نفكركم اللي عندكم موعد من بعد شوية مع الاخبار العالمية، شنو اللي صاير عالميا اليوم. التركيز الكل على القطاع مرة اخرى، نحكي على قطاع غزة، ولكن في نفس الوقت فما برشا اخبار اقتصادية زي كيف نتابعوها. هجر بوجمعة تكون بحثنا بعد شوية، عين على المؤسسة تعرفوا مليح شنو يستنى فيكم، نحكيوا على مؤسسات وطنية عمومية انطلاقا من ماضي ساعتين غير أربعة، وفي الختام نحكيوا على دولة تختارها لنا هجر بوجمعة في زوم اليوم، نحكيوا على مدغشقر. نفكروا البارح كنا حكينا على الكوتيفار، ويمكن ياسر بقرار من هجر بطبيعة من بعد نحكيوا على جملة من الدول المشاركة اليوم بعد غدو في الكان في كاس في بعد غدو ان شاء الله سخان ناميبيا جوستومون، ولا الدول اللي باش تقابلهم تونس في الكان. فوالا، اقعدوا معنا، راجعين بعد شويه.